عقدت جبهة إنقاذ الثورة بصنعاء اجتماعا موسعا ضمن الاستعدادات المستمرة لثورة 11 من فبراير ووضع الخطط للنزول إلى الشارع لاستعادة الثورة وإسقاط الحكومة. قال رئيس جبهة إنقاذ الثورة القاضي أحمد سيف حاشد إن سنتين كانت كافية لكشف فشل هذه الحكومة. حول الحكومة التي الفاسدة، الحكومة يعني المتورطة في كثير من قضايا الفساد وقضايا خيانة الثورة، أنا خاصة من جو اسم الثورة، هؤلاء هذه كانت أحد أهدافنا لإسقاط هذه الحكومة. وإذا افترضنا أنه حصل نوع من التغيير فهو لن يغير السيستم ولا يغير الأشياء، لأنه هم أيضا الذي يصنعوا لها. نحن نريد حكومة تكنوقراط، حكومة كفاءات، حكومة أيادي بيضاء، حكومة نزاهة، هذا الذي نريده. ولذلك يعني هذا كان هو هدفنا الأول لإسقاط ومحاسبة هذه الحكومة والفاسدين فيها وحالتهم للمساءلة والمحاسبة أو إلى القضاء، بالإضافة إلى إقامة حكومة تكنوقراط كفاءات ونزاهة. بمعنى كفاءات ونزاهة هي تجي متخففة، ما يقولش إقاب، واللي يقولوا حكومة وحدة وطنية وتجي الحزاب تعينها، وبالتالي تبقى موضوع المحصة وتوقعها. هؤلاء الذين الآن أوصلوا البلاد إلى هذا الحل، صعب أنه يكون واحد يكون سبب المشكلة وتريد أن يعمل حل مشكلة، ما فيش. الآن سنتين والشعب يعني ظهرت كل شيء، قل اعطوا فرصة، شوفوا، أقربونا. سنتين كانت كافية أن تفضح هؤلاء وبشكل يعني كبير، ولم يعد يعني هناك من يداري سيئاته لأنها كانت صارت واضحة والكل يعرفها. وقلنا انه تكون من اولويات هذه الحكومه يعني اصلاح المؤسسات، مؤسسات خاربه كلها خاربه، يعني خربت السنتين وكانت خربانه من سابق وزاد العطب عطب اكبر. ولذلك قلنا ايضا مهمه اصلاح المؤسسات، وايضا الكشف من يقف وراء الاغتيالات. مراكز النفوذ هي الان التي توقف مراكز وراء الاغتيالات، ولذلك هي لم تكن هي تتستر. هو يا اخوان الشرطه يا اخوان الامن من اجل حمايه اهل، حتى لو كثير من الاغتيالات هذه تمت جنب يعني وعلى مسافه 100 المترات من نقاط الشرطه.